فحطلع الان اي واي واي بنعمل بيرميوتنج. بيرميوتنج يعني بشوف لانه راح يطلع على نفس النتيجه بس الاختلاف انه محلها. فعندي هون هلا ال ال راح تروح لانها ال ال ما بتاثر. يعني شوفوا اذا بدك تفكر فيها ال ال ما بتبعدني وبتقربني من الواي اكسس مزبوط. اللي بيرفع الانيرشا وبزيدها هو دبليو اتش هون. فهون عندي راح يكون هاي نفس الشيء ام مع 3 بس الاختلاف عندي دبليو سكوير زائد اتش سكوير. ونفس الشيء بالنسبه لاي زد زد ما بتاثرش عندي اتش فبيكون دبليو سكوير زائد ال سكوير ام على 3. هذول الثري تيرمز وهذول الثري تيرمز راح يروحوا في الماتريكس. اذا بدنا نحط الاي ام هاي عندي الثري تيرمز جاهزين اللي هم ام على 3 ام على 3 وام ام على 3 وهدول راح يكون اول واحد راح يكون اتش سكوير زائد ال سكوير والثاني دبليو سكوير زائد اتش سكوير والثالث دبليو سكوير زائد ال سكوير. اوكي